اكبر بيت بالطياره ونقعد فيه الحمام ونقعد احنا كمان، وبعد كده نطير الحمام. تفتكر هننجح ولا زي كل مره؟ هنعمل اول حاجه القوايم بتاع البيت ونوصلهم ببعض. هنلزق كده المواسير في بعض ونوقفهم ونعمل القوايم، بعد كده نجيب الطيارات ونحوطهم بيها. دي خد حادثه صغيره ونزل، كان هينزل جوه في عشه الحمام. وكده خلصنا حته تاع القوايم من فوق، فاضل ايه؟ نثبتهم بس كده ونمسك التمركز بتاعنا من فوق، لكن كده خلصنا ايه؟ القواعد من تحت. انا مش عارف انا قلت ايه بس بقى كويس. لحد دلوقتي الخطه ناجحه 100% واحنا ما بنعملش حاجه ونفشل ابدا. خلصت اهو نصاب، ولسه جاي متاخر، هنديله لسه. المعلم ياسين اصلا بيصلح التوك، معلم ياسين بقى توكتاك. ودلوقتي هنعمل المثلث بتاع البيت او اللي هو بيبقى عامل شبه القبه كده. وكده خلصنا ايه؟ فاضل اللي احنا نطلع نلزقها من فوق، دي القلقيزه بتاع البيت. المهم هتفهموا حالا اول ما نركبها. بتعمل ايه؟ بعمل بيت حمام او بيت هنعيش فيه احنا كمان. لا ما ينفعش. ليه؟ هي يعني اي خطاها حالاً. قول لي تيتا انت لا تديك المفتاح وطيه وحمامك مع حمامي. طيه حمامك مع حمامي؟ عايز يعني نعملها عشه جماعيه؟ احنا هننام هنا اصلا. ماشي. هتنام معانا؟ اه. لسه هنجيب سرير وهننام. استنوا بس اتقالوا ده احنا لسه بنجيب. المعلم يوسف طلع حمدان يا عيني ومش قادر يا عيني. الطيارات اهي لسه هنجيبها ونحطها فوق الطيارات هنا حالا. الناس اللي كتبت اسمها الفيديو اللي فات هنكتبها على البيت ده اهو، الطيارات اللي هتتلزق على البيت ده اهو دلوقتي. هنطلع دلوقتي نلزق ده اهو فوق هنا اهو. طب ازاي يعملوا معانا السقه؟ ازاي معانا السقه هنتعامل؟ وخلصنا كده الواجهه من فوق اهي، لسه بقى ايه؟ مرحله التغليف. بعد المرحله دي نلزق بس ده الاول هنا اهو. رايكم في البتاع اللي احنا عملناه دي؟ شكلها حلو صح؟ ودلوقتي مرحلة تغليف الطيارات، هنجيب الطيارة نحطها هنا، المفروض يكون في باب صغير هنا ونعمل هنا بقى الباب. واحنا في مرحلة التغليف وبنلزقها دلوقتي اهو، ولزقنا الطيارة خلاص، وكده انتهينا من أول طيارة عملناها اهو. هنكتب الأسامي اهو بس لما نجيب تالت طيارة ونحطها، ودي تاني طيارة هنحطها فوق هنا اهو كده، وهيبقى شكلها جامد إن شاء الله. بس يا اتخرب، اوبس خدت لها بشله. بس كده هنلزقها بقى كده ونحاول ايه نظبطها بقى باكبر قدر ممكن. ولزقنا تاني طياره فوق اهي، ولسه هنحوط من هنا كمان. المعلم يوسف بيودع الحمام بتاعه قبل ما يروح وما يرجعش، عشان كل مره بيقعد باليومين وما يرجعش ويقعد بره. انت مش هتطيره، ماما تقلي تطيره، ماما هفسخ القفل، هكسر العيشة في ثانية. هوا شديد جدا جدا، الطيارات شغالة تعمل ازاي؟ الهوا شديد، ربنا يستر البيت بتاعنا ما يطيرش. البيت بتاعنا هيطير شكله. توتي جايب لنا فودافون، خد يا اسطى، خد يا رجولة، خد يا اسطى. لا 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 لا، ومحمد جايب لنا طيارة كبيرة. ده الرجالة مروقة علينك، مننا معناش طيارات، فالرجالة روقت علينا خالص. جابت لنا شوية طيارات اكس اوزي عشان توتي الاوزي العسل بتاعي. توتي زعلان طبعا، كان عامل حوار دلوقتي على السطح. يا بقالي زمان ما عملتش طيارات خالص خالص. وهنلزق طيارة فودافون دلوقتي. وخلصنا لزق طيارة فودافون. بصراحة شكلهم جامد لحد دلوقتي، شكلهم خطير. وهنلزق الطيارة دي هنا، يوسف هو اللي هيلزقها لنا. وريهم المعلم يوسف هو اللي هيلزق الطيارة دي. وهنركب الطيارة دي فوق اهي. طلعنا فوق اهو عشان نلزق دي. دي طيارات المعلم توتي يا جدعان، عامل عليها مزاد بخمسة ونص، واللي عايز يجي يبص. وخلصنا كمان الطيارة دي والطيارة اللي تحت، وشكلها جامد بصراحة. هي لسه ما كملتش بس حلوة. الفكرة حلوة، احنا دلوقتي جوه اهو. هوريكوا شكلها في الاخر من جوه بس لما نخلص بقى. توتي اهو هيبيع طياراته، هتبيع طياراتك بكام يا اسطى؟ 300 جنيه. 300 جنيه اللي عايز يشتري يكلم المعلم توتي. بتاع الطاقة البيضة دي هو كان واخدهم هدايا بس بيبيعهم مش مشكلة. وفودافون المعلم توتي بيبيعهم ومنزل عرض. طب عشان خاطري 300 جنيه برضك اعمل معاه الصح للناس تبعي. ماشي، توتي ما بيتنزلش ولا بيفاصل. ك
كلمته واحدة في السوق. شايفين الهوا عمل ازاي؟ الهوا جه طيار الطيارات، بس هي الفكرة ناجحة. هي فاضل بس الطيارة دي عايزة تتربط كويس. هننزل نصلي دلوقتي العصر، ولكن شايفين الهوا بيعمل ايه في الطيارات؟ الهوا كان شديد جدا حالا وكان بيطيرهم. ربنا يستر عما نطلع ما يتكسروش. مرحلة كتابة الأسامي اللي أنتم مستنيينها. أيمن، أمين، أمين، أنا آسف. طبعا دي طيارة فودافون، اللي عايز يكتب اسمه عليها يقول لي تحت في الكومنتات، يكتب اسمه احمد القيصر حبيبي. هو طبعا مش القيصر بس، ايه وشاور اهو حبايب الاثنين. هنكتب عبد الرحمن. طبعا انا هعمل سبيد على طيارة فودافون وما اخلص الاسامي هوريها لكم في الاخر. هاجر هاجر هاجر. معلم ياسين اهو جه لي دلوقتي متاخر، كان بيصلح التوك توك. عملت ايه في التوك توك يا اسطى؟ يا عم بعزكم عملت ايه في التوك توك؟ ركبت العربية. ركبت الدبغاج بتاع التوك توك اهم حاجة؟ اه. طب ماشي، انت ماسك العلبة الفاضية دي من ايه؟ العلبة الفاضية دي دفعها بقى ليه؟ والرجالة كلها طلعت اهي، وهنطرد من البيت النهاردة بسببهم. منورين يا رجالة. سلمنا متعب. وكتبنا كل اساميكوا اهي، بس اللقطات دي للاسف الصوت ما كانش شغال. احنا ما رضيناش نكتب اي حد على طيارة الزمالك، لحد نكتبه غلط يقعد يشتمنا بقى وهو اهلاوي وهيحصل حوارات بالهبل. فاحنا ما رضيناش. لو انت زملكاوي اكتب اسمك كلنا نكتبها عليه، وتحب تكتب اسمك على اني طياره من الطيارات دي كلها. وده علم اخواتنا كنا كاتبين عليه الاسامي المره اللي فاتت بس اتمسحت من الميه، بس جبنا المره دي قلم ما بيتمسحش. وفوق اهي برضه طياره كمان اهو. اللي يحب يكتب اسمه يكتبه لنا تحت في الكومنتات، ونكتبه ايه الفيديو الجاي ان شاء الله. وجبنا ملايه يلا عشان نفرشها من جوه. طب نفرش كده ده السفنج اللي احنا هننام عليه جوه. بص العشه بتاعنا. طبعا للاسف الطيارات ما كفتش نعمل الجنب دوت، هناخد لكم سيشن في الاخر بعد ما نخلص. يلا يلا يا معلم يوسف تعالى نام. ماشي شكله. بصوا انا نايم تحت اهو، شايفين شكله عامل ازاي؟ جامد بصراحه، بس لسه بقى عايز يتطور منه ويتعمل النسخه البرو ماكس. قاعدين ازاي؟ مستعدين اللي هم يخشوا. احنا هننام بقى لحد بكره بقى عشان المدرسه. جدعان يا رب الحمام ما يعملش ايه علينا. الحمام ايه؟ الحمام ده هو. الحمام. هنطير الحمام دلوقتي وجه الميعاد بتاعه. يلا طير بقى. ليه؟ اضرب اليومين والثلاثة على ضمانتي عشان خاطر الناس. لا لو ما رجعوش هننزل السوق ونجيب لكم حمام تاني. لا عايز دم. دم حبايب. عايز دم. على الطلبات هيرجع. هيرجعوا خلصان؟ عيب منك بقى. يلا بسم الله. لا ما تنفعش. ما تنفعش من ديال. ما يطلع لوحده. طب يلا. يطلع بره وما يطلع. يلا بس هيش كده. هنمسك واحدة واحدة ونطيرها بره. لا انا امسك البن حد دي. البني دي؟ اه لا دي رصاص. طب يلا طيار، قولي انت حرة طليق. لا يلا. لا احنا استنى هنشوف هتعرف المكان ولا لا. يلا يلا طيار. لا نسيبها في العشة شوية. طب سيبها سيبها كده. اهلا انت حرة طليق، مع السلامة. انت اهي يلا جاهزة؟ لا يلا جاهزة هاتي بوسة. مع السلامة. اوه باي باي. الطيار دي؟ لا هتطير الاثنين في نفس الوقت؟ عايز ايه؟ ياسين عايز يعلي علينا ويطير الاثنين في نفس الوقت. هتطير لوحدها ولا ايه؟ امسك يلا. امسك واحدة وياسين امسك. ياسين ويوسف هيطيروا الاثنين دول مع بعض. استنى بقى شوية عشان نطير. الاثنين هنا كام؟ واحد وثلاثة. والحمام طير اهو دلوقتي. اهو امريكا ولا هيرجع ولا مش هيرجع؟ يالا هروح فلسطيني سالم. اهو 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 هروح الامارات يا عم. لا يا عم انا بحب فلسطيني. شوفها لنا هيرجع ولا لا؟ تفتكر اخواتنا؟ انا عايز اروح اخواتنا. هو فوق اهو. انا عايز اروح بقى اخواتنا. الحمام سطح الجو انا عايز اطير معاه. عايز تطير مع مين؟ هطير مع الحمام. طب اهدى بس اللي هتروح انت ما تجيش. لا يابا انا بعرف اطير بس عندي جناحات اهو. ماشي يعني انت روح اطير. يلا طير واغيه. ماشي مع السلامه. ولا طار بقى. انا عايز اطير يا ماني. عايز تطير؟ اه خلاص لو عايزيننا نطيرهم قولوا لنا في الكومنتات. وده الشكل بقى في الاخر. بصوا الشكل عامل ازاي؟ رايكم؟ عاش جدا يا جدعان. ورايكم في البيت من فوق عندكم حلو؟ اي خدمه. يا جدعان احنا هناخد الطيران
هداي فيك من الكوكب معاه حمامه يا جدعان منزل عليها عقد خاص. توتي بيبيع اي حاجه في اي حته. حمام طيارات ولا ابيض. استنى يا محمد بالراحه. ما تنشعش يلا سيبها عشان ترجع. لا الراجل بتاعنا الصغير حمام التوتي راحت مع الحمام اللي هناك على الشارع. التوتي هتضربه والحمامه دي هي بتحبها. لا لا ما تخافش هنجيب له مكان كده يا جدعان. حمام ياسين ويوسف طار وحمام يوسف لو ما جاؤوش لحد الفيديو الجاي هنشتري لهم حمام وننزله معانا في الفيديو كمان. وعشان ايه وشكرا للرجاله كلها دي اللي شاركوا معانا وكتير زعلان على الحمام بتاعه. لو ضاعت يا توتي وما رجعتش تاني هنجيب لك واحده. ماشي طب انزل خليها ترجع هنشوف بقى ترجع ولا لا. قول لنا تتوقع ان هي ترجع ولا لا. قول لنا كمان نحب نكتب اسمك على اي طياره واسمك ايه. بترجع يا رجاله. بترجع انا بترجع ايه حمام التوت يا جدعان ارجع. حمام التوت يا جدعان رجعت الحمد لله. كده بقى حمام ياسين ويوسف. حمام التوتي طار الثاني كل شويه طار. وتوتي قاعد فين؟ تعال تعال كده. انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ايه اللي طلعك هنا؟ مبسوط؟